أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قول المصنف: ويجوز التعبد بالقياس عقلا عند الأئمة الأربعة والأكثر، في صفحة 400. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: ويجوز التعبد بالقياس عقلا عند الأئمة الأربعة والأكثر خلافا للشيعة والنظام. وقيل: يجب التعبد به عقلا، اختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما. والقائل بجوازه عقلا قال: وقع شرعا. وقيل: لا، وأومأ إليه أحمد، وقاله داود وابنه، وحمل ذلك على قياس خالف نصا. وحمل ذلك، أحسن الله إليك، وحمل ذلك على قياس خالف نصا. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز التعبد بالقياس عقلا. وقلنا لكم من قبل إن كلمة التعبد تطلق أحياناً ويراد بها التكليف، وأحياناً تطلق ويراد بها الاحتجاج. فالتعبد هنا معناه الاحتجاج، هل يجوز التعبد بالقياس؟ يعني هل يجوز أن يحتج الناس بالقياس؟ ثم هذه الحجية كما ذكر المصنف رحمه الله إما من جهة العقل أو الشرع شيئان. فبدأ بجواز التعبد بالقياس عقلا، فقال: يجوز التعبد بالقياس عقلا عند الأئمة الأربعة والأكثر. والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن التعبد بالقياس عقلا جائز، أي ممكن، يعني لا يمنع منه مانع، وهذا معنى الجواز العقلي، أنه لو فرض وقوعه لم يمنع منه مانع، يعني لم يلزم منه شيء ممنوع عند العقلاء. قال: خلافا للشيعة والنظام، فقد منع هؤلاء التعبد بالقياس عقلا. قالوا: لأن أحكام الشرع جاءت لتحقيق المصالح، والمصالح الشرعية لا تعرف بواسطة العقول، إنما بواسطة صاحب الشريعة، هكذا قالوا. والنظام هذا من المعتزلة، اسمه إبراهيم بن سيار البصري، توفي سنة 231 هجرية. والعجب من النظام أنه أثبت القياس العقلي ومنع القياس الشرعي، لأن المراد بالقياس هنا القياس ماذا؟ الشرعي، فهو يمنعه عقلا، مع أنه من أكثر الناس احتجاجا بالقياس العقلي. قال: وقيل يجب التعبد به عقلا، يجب ليس يجوز. لماذا يجب؟ قالوا: لأنه ضرورة يضطر إليه المجتهدون. كيف كان ضرورة؟ قالوا: النصوص الشرعية لا تفي بالمسائل، لأن النصوص وقفت عند حد محدود بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بوفاته انقطع الوحي. وأما النوازل التي تحصل للناس فكثيرة، تستجد في كل زمان، في كل عصر تأتي نوازل،
وحينئذ فلا بد من القياس، لا بد حتما من استعمال القياس ما دام أن النصوص لا تفي بأحكام الوقائع، هكذا ظنوا. والحقيقة أن النصوص تفي بالوقائع مهما تمادت الحياة وتطاول الزمان وكثرت الوقائع، فإننا النصوص الشرعية تفي بها. من آتاه الله فهما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عرف الأحكام واستغنى عن كثير من القياس. ولا يعني هذا أن القياس لا يحتج به، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يستدل بالدليل على الحكم فيضطر إلى القياس، يحتاج إلى القياس، على أن القياس إذا جاء مؤيدا للنص فلا يمنع من ذلك مانع. أما الزعم بأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية فيضطر الناس إلى القياس فلنقل هو واجب عقلا، فهذا بعيد. قال: اختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما، اختاره القلة، وإلا الأكثرون كما قلنا على الجواز. والذي يهمنا هو الشيء الثاني، وهو التعبد بالقياس شرعا، لأن معنى القياس الذي يذكر هنا ويحتج له ويستدل به هو القياس الشرعي. قال: والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا، يعني ثم اختلف القائلون بجواز التعبد بالقياس عقلا هل وقع شرعا، فقال قال وقع شرعا، أي الأكثرون، أكثرهم يعني جوزوه عقلا وقالوا قد وقع شرعا. قال: وقيل لا، هذا المذهب الثاني، ذهب بعض الظاهرية وبعض الحنابلة إلى أنه لم يقع شرعا. قال: وأومأ إليه أحمد، أومأ إليه، وكما قلنا من قبل الرواية المومأ إليها ليس مثل الرواية الصريحة، لكن تذكر ويحتج بها في الفقه وفي الأصول. أومأ إليه أحمد في رواية أبي الحارث أنه قال: قال أحمد: ما نصنع بالرأي وفي الحديث غنية، يقول ما نصنع بالرأي وفي الحديث غنية، يعني ماذا نحتاج إلى الاجتهاد مع أن الحديث يكفي في معرفة أحكام النوازل. فأخذوا من هذا، من كلام أحمد هذا، أنه لا يحتج بالقياس شرعا. لماذا؟ لأنه يقول وفي الحديث غنية، وما نصنع بالرأي، والرأي معناه الاجتهاد، ومن الأدلة الاجتهادية القياس. لكن أحمد له رواية صريحة، يعني أن أصرح من هذه في رد القياس، وهي في رواية الميموني. في رواية الميموني يقول أحمد: يجتنب الفقيه، أو قال: يجتنب المتكلم هذين الأصلين، المجمل والقياس. هذه أصرح، أكثر صراحة. لكن الصحيح، الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد رحمه الله، هو الاحتجاج بالقياس، وقد صح عنه رحمه الله أنه قال: لا يستغني عن القياس أحد، يعني ليس فقط حجة، بل لا يوجد فقيه إلا ويقيس، لا يوجد فقيه إلا ويستعمل القياس أحيانا. وقد قال أبو الوفاء بن عقيل البغدادي رحمه الله: قاس أحمد في مسائل كثيرة متبددة منقولة عنه، وكلامه صحيح، فإن الأقيس في كلام أحمد في الروايات المروية عنه كثير، فعمله بالقياس أيضا من أقوى الأدلة على احتجاجه بالقياس، إذ لا يمكن أن يحتج بشيء لا يراه حجة في الشرع. قال: وقاله داود وابنه،
ما هو قاله الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى نفي الوقوع الشرعي للقياس. قاله داود، يعني داود الظاهري صاحب المذهب المعروف المتوفى سنة 272 هجرية، وقاله أيضا ابنه أبو بكر ابن داود المتوفى سنة 297 هجرية، مع أنه نسب إلى داود نفي القياس عقلا وشرعا، يعني نسب له القول هذا وأيضا نسب له النفي، نفي حجية القياس عقلا. قال وحمل ذلك على قياس خالف نصا. حمل ذلك أي ما أومأ إليه أحمد، أو ما نقل من منع بعض الأئمة للقياس شرعا يحمل على قياس خالف نصا، وهذا هو الصحيح، هذا تأويل صحيح. فكل ما نقل عن أحمد وعن غيرهم الأئمة، بل ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعن من بعدهم من التابعين من إنكار القياس، يحمل على القياس المخالف للنص، ولا بد من هذا التأويل، لأن القياس على التحقيق دليل من الأدلة المتفق عليها، فقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم، وقاس أصحابه من بعده رضي الله عنهم، وقاس التابعون ومن بعدهم في حوادث لا تكاد تحصر، ولم ينكر عليهم أحد إلا إذا خالف النص، يعني خالف ما هو أولى منه، ولم يقولوا في موضع كيف تقيس والقياس ليس حجة في الدين، ما قال هذا أحد. وبهذا استدل المزني على من أنكر حجية القياس، وهذا في الحقيقة من أقوى الأدلة على حجية القياس، لأنه إجماع متكرر، والإجماع المتكرر يفيد القطع حتى لو كان سكوتيا، يفيد القطع. قال والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس. هذه مسألة، تفضل يا شيخ. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح عند أصحابنا، وأشار إليه أحمد خلافا للشيخ والآمدي وغيرهما، وقيل يكفي في علة التحريم لا غيرها، قاله أبو عبد الله البصري، قال أبو العباس وهو قياس مذهبنا. أحسنت. هذه مسألة جديدة، وهي في الحقيقة افتراضية، يعني يقولون لو نص الشارع على العلة ولم يأمر بالقياس، وهذا معنى قوله دون التعبد بالقياس، يعني دون التكليف به، ينص على العلة ولا يكلف بالقياس، فلا يعني لا يقول مثلا إيش العلة هي كذا فقيسوا، نعم، أو يأمر بالقياس أمرا عاما، بأن ينص على العلة ثم يأمر بالقياس أمرا عاما، أنني كلما ذكرت لكم العلة أن تقيسوا. وكما قلنا آنفا إنها مسألة افتراضية. قال والنص، طبعا قلنا افتراضية لأن النصوص قد وردت بالتعبد بالقياس، وهي الأدلة التي أقامها الجمهور من القرآن والسنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالقياس، فلهذا كانت هذه المسألة افتراضية. قال والنص على العلة يكفي في التعدي، التعدي بمعنى التعدية والإلحاق، أن تلحق الفرع بالأصل الذي هو القياس دون التعبد بالقياس، يعني دون التكليف بالقياس عند ذكر العلة. قال على الأصح عند أصحابنا، وهو مذهب أكثر العلماء ومذهب بعض المعتزلة أيضا، ودليلهم أنه لو لم يكون ذكر العلة، لو لم يكن ذكر العلة أمرا بالقياس لم يكن لذكر العلة فائدة، فما معنى أن يذكر العلة؟ معناه أنكم إذا وجدتم مسألة أخرى تشبه هذه المسألة وتشاركها في هذا المعنى فألحقوها بها،
هذا معنى التعليل أن يعلل، وإلا لم يكن لذكر العلة فائدة، يصير حشوا إذا حذف لا يضر، وهذا محال في نصوص الشرع. هكذا قالوا. قال وأشار إليه أحمد خلافا للشيخ، هذا المذهب الثاني، هذا المذهب الثاني في المسألة، خلافا للشيخ يعني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله والآمدي رحمه الله، وهو مذهب أيضا غيرهما كما قال وغيرهما، وهو مذهب أكثر الشافعية وبعض المالكية. وقالوا أنه يجوز أن الشارع يذكر العلة ليبين للناس الباعث على الحكم حتى يصيروا أكثر انقيادا وطاعة وعلما بأن هذا الحكم له مقصد وله سبب معلوم معروف يدركه العقلاء، فليس بالضرورة أن يكون ذكر الحكم، أن يكون ذكر العلة لأجل القياس، بل هناك غرض آخر وهو أن معرفة الباعث على الحكم لينقاد الناس، وأيضا هناك فائدة أخرى وهو حتى يعرف الناس أن الحكم يزول لو زالت علته. هكذا قالوا. ثم قال وقيل يكفي في علة التحريم إلى غيرها، هذا المذهب الثالث، يعني إذا كان من قبل المنع فإنه يكفي التنصيص على العلة ولا يحتاج أن يأمر الناس بالقياس، وأما إن كان في الجواز في الفعل الإقدام على الفعل فإنه لا بد من التنصيص على العلة. قاله أبو عبد الله البصري، أبو عبد الله البصري المعتزلي متوفى سنة 369 هجرية، وهو شيخ القاضي عبد الجبار الذي، والقاضي عبد الجبار شيخ أبو الحسين صاحب المعتمد، فهذا أبو العباس أبو عبد الله البصري المعروف بالجعل هو شيخ شيوخ أبي الحسين البصري صاحب المعتمد. أبو عبد الله البصري هذا شيخ القاضي عبد الجبار، والقاضي عبد الجبار شيخ أبي الحسين البصري صاحب المعتمد. قاله أبو عبد الله البصري، قال أبو العباس يعني ابن تيمية هو قياس مذهبنا، يعني دليل هؤلاء. قالوا أن من ترك شيئا مضرا، يقول لما لم تأكل هذا الطعام، فقال لأنه مضر، فهم كل أحد أنه يمتنع عن أكل كل شيء مضر. لكن لو هذا طرف المنع الامتناع، لكن في الفعل لا يختلف. قالوا لو أنه تصدق على زيد من الناس لفقره، هل يفهم كل أحد أنه يتصدق على كل فقير في الدنيا، كل ما يتصدق على كل فقراء الناس البشر؟ لا. فدل على أنه فرق بين التحريم وبين الإباحة ونحوها كالوجوب. قال أبو العباس هو قياس مذهبنا، هو قياس المذهب، لأن أحمد الإمام أحمد رحمه الله حرم بيع الرطب باليابس من التمر، يعني بيع الرطب بالتمر، هذا نص عليه الحديث، وأجراه بيع ما كان رطبا من الفاكهة باليابس في غير التمر. لما؟ لأن الشارع نص على العلة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذا. فلما عداه إلى غير التمر دل على أنه يأخذ به في مجال التحريم دون غيره. هكذا قيل والله أعلم. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ويجري القياس في العبادات كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، والأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية،
كالوقت للصلاة ورؤية الهلال للصوم وملك النصاب للزكاة، ومنعه الحنفية واختاره الآمدي وغيره. والكفارات والحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية. أحسنت. شرع المصنف رحمه الله في مسألة جديدة، وهي القياس في العبادات وفي الأسباب وفي أصناف أخرى من الأحكام الشرعية. فبدأ بالعبادات، قال: يجري القياس في العبادات، يعني العبادات التي يعقل لها معنى يجري فيها القياس، بخلاف التعبدي المحض الذي لا يدرك المكلفون له علة، كعدد الركعات وأنصبة الزكوات ونحو ذلك. فالعبادات المعقولة المعنى يجري فيها القياس، كالصلاة والصوم والحج، ليس أصول هذه العبادات وإنما فروعها، يعني يجري القياس في فروع هذه الأصول. الصلاة أصل وتحتها جزئيات، فهذا المعنى، وليس معناها في إنشاء عبادة جديدة بواسطة القياس، لا، هذا ممنوع باتفاق، ما يمكن هذا. لكن في آحاد مسائل الصلاة ومسائل الصوم ومسائل الحج والطهارة ونحو ذلك يجري فيها القياس، وهو مذهب أكثر العلماء. ويؤيده فعل عمار رضي الله عنه حين أجنب وهو مسافر ولم يجد الماء، فماذا فعل؟ تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة ليصل التراب إلى جميع جسده، لأن التراب مطهر كالماء، هذا قياس. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له الحكم وهو صفة التيمم، ولم ينكر عليه أصل القياس، والله أعلم. فمن أمثلة القياس في العبادات، لو قلت: المغمى عليه لا يسقط عنه الصوم، فلا تسقط عنه الصلاة، قياساً على النائم، هذا قياس في العبادات، يعني أغمي عليه مثلاً فترة طويلة، فهل يقضي كل الصلوات التي في فترة الإغماء؟ فنقول نعم، لأنه لا يسقط عنه الصوم، فلا تسقط عنه الصلاة قياساً على النائم، فهذا قياس في العبادات. مثال آخر: لو قلت: تجب الزكاة على الصبي والمجنون في ماليهما، يعني في الدراهم والدنانير ونحو ذلك، قياساً على وجوب العشر في زروعهما، واضح؟ يعني لما وجب العشر في زرعهما وجب في مالهما كالبالغ العاقل. قال: والأسباب عند أصحابنا، هذه صورة أخرى، القياس في أسباب الأحكام، إذن القياس يكون في الأحكام ويكون أيضاً في أسباب الأحكام. قال: عند أصحابنا وأكثر الشافعية، نعم، هو مذهب الحنابلة وأكثر الشافعية وبعض الحنفية أيضاً كالبزدوي وعلاء الدين السمرقندي صاحب الميزان. ثم قال: كالوقت للصلاة، يضرب أمثلة للأسباب، كالوقت للصلاة ورؤية الهلال للصوم وملك النصاب للزكاة. يعني الوقت، دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، ورؤية الهلال سبب لوجوب الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، زكاة المال. نعم، عندك سؤال شيء؟ ما أسمعك.
نعم 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 الأسباب من الحكم الشرعي الوضعي. نعم وما الإشكال يا شيخ؟ وما الإشكال لو دخله القياس؟ الأحكام الوضعية أحكام شرعية لكن تسمى لقبا أحكام شرعية وضعية. نعم يدخلها القياس لكن كما قلنا مسألة خلافية، والصحيح أنه يدخلها القياس لأن السبب حكم شرعي، والأدلة التي دلت على حجية القياس لم تفرق، الأدلة من الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، يعني النصوص التي دلت على حجية القياس في الدين لم تفصل بين حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، فالصحيح دخول القياس في الأسباب. من أمثلة القياس في الأسباب ما لو شهد شهود على زيد أنه قتل عمدا عدوانا فأقيم عليه القصاص، ثم عادوا إلى الحاكم إلى القاضي فقالوا شهدنا زورا، أو قالوا أخطأنا ما هو زيد، فهل يقام عليهم الحد؟ فقال بعض الفقهاء نعم يقام عليهم القصاص، لأن شهادتهم هذه كانت سبباً لقتل زيد، فيقاس الشهود شهود على القتل، يعني إذا رجعوا عن شهادتهم يقاس على المكره على المكره، إذا أكره غيره على قتل رجل معصوم، فإن المكره الذي لم يباشر القتل وإنما أكره فقط يقام عليه القصاص، لأن إكراهه كان سبباً للقتل. وضحت المسألة؟ إذن الشهود إذا شهدوا على أحد بالقتل فأقيم عليه القصاص ثم رجعوا يقام عليهم القصاص، لأن شهادتهم كانت سبباً لقتله، فيجب عليهم القصاص، كما أن المكره لغيره على القتل يقام عليه القصاص مع أنه ما باشر القتل، فهؤلاء الشهود ما باشروا القتل والمكره ما باشر القتل، لكن كل منهما كان سبباً للقتل فيقام عليهم القصاص. قال ومنعه الحنفية، هذا المذهب الثاني، ومنعه الحنفية واختاره الآمدي وغيره، يعني أكثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية كالبيضاوي وعضد الدين الإيجي وغيرهما منعوا القياس في الأسباب ظنا منهم أنه لا يدخلها، عليكم السلام، أنه لا يمكن أن يعرف للسبب سبب، الأحكام يمكن أن تعرف أسبابها لكن الأسباب تعرف أسبابها، فقالوا هذا بعيد يعني أن تعرف أسباب السبب وكيف يدخلها القياس. قال والكفارات، يعني هذه صورة ثالثة بعد العبادات والأسباب ذكر الكفارات، الكفارات ككفارة الظهار والوط في نهار رمضان وغير ذلك، هل يدخلها القياس؟ فأكثر العلماء قالوا نعم الكفارات يجوز أن يدخلها القياس، أن يدخلها القياس خلافا للحنفية وبعض المالكية أيضا. مثال ذلك أن من أخر قضاء رمضان حتى أتى عليه رمضان آخر من غير عذر فإنه يقضي رمضان بالاتفاق، لكن هل يجب عليه الكفارة الإطعام عن كل يوم مسكينا؟ فقال أكثر العلماء نعم يجب عليه مع القضاء الكفارة قياساً على من أفطر في رمضان
عمدا. طيب والجامع؟ قالوا الجامع أن كل منهما مستهين بحرمة الصوم، هذا أفطر عمدا في رمضان وذاك أخر عمدا حتى عليه أتى عليه رمضان الآخر، وهو لا يجوز أن يؤخر رمضان إلى أن يأتي عليه رمضان آخر ولا عذر له. ومنع الحنفية ذلك، قالوا ليس عليه كفارة لأن القياس لا يجري في الكفارات. قال والحدود، هذه صورة الرابعة. نعم نعم، الصيام والإطعام والتوبة. نعم قال والحدود، يعني ويدخل القياس الحدود الشرعية أيضا خلافا للحنفية، فأكثر العلماء على جواز أن يقيس المجتهد في الحدود. ومن ذلك قياس النباش على سارق الحي، النباش وهو الذي يحفر القبور ويأخذ كفن الميت ويذهب به، يقاس على سارق مال الحي لأنه أخذ مال غيره خفية من حرز مثله، فإن الحي يحرز ماله فيما اعتاد الناس أن يحرزوه فيه، والقبر هو حرز للكفن، فيقاس عليه فيجب قطع يده عند الحنفية خلافا للجمهور، فقالوا لا تقطع يده لأن القياس لا يجري في الحدود. قال والمقدرات، هذه صورة أيضا جديدة من صور ما يدخله القياس، ما يجوز أن يدخله القياس، المقادير الشرعية، الأمور التي قدرها الشارع، ربع دينار، 10 دراهم ونحو ذلك، يعني هل يدخلها القياس؟ فقال الأكثرون نعم يدخلها القياس. من أمثلة ذلك بعض الفقهاء جعلوا أقل الصداق ربع دينار فصاعدا، يعني ما يصح أن يكون صداق المرأة أقل من ربع دينار، قياسا للمهر على قد قطع يد السارق، بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضو، فهذا قياس في المقدرات، هكذا قال المالكية. عند الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا لا تقطع أيدي وأرجل قطاع الطرق، أيديهم وأرجلهم الخلاف، إلا إذا سرقوا ربع دينار فصاعدا، أما لو كان أقل من ربع دينار لا قطع عليهم. لما؟ قياسا لقاطع الطريق على السارق، والسارق تقطع يده في ربع دينار فصاعدا. وبعض الفقهاء كالحنفية قال يعفى عن الخرق الذي يوجد في الخف إذا كان الخرق بمقدار 3 أصابع فدونها، إذا تمزق الخف إذا كان 3 أصابع فما دونها يعفى عنه. طيب لما؟ ما الدليل على أنه يعفى عنه؟ قالوا قياسا للقطع في الخف على مسح الخف، فإن المسح عندهم يقدر ب3 أصابع فما فوقها. هذه أمثلة على القياس في المقدرات الشرعية. نعم تفضل يا شيخ. نعم في سؤال. نعم المقدرات فيها خلاف وينسب للحنفية، مع أن الحنفية يقيسون، يعني يوجد في كتبهم الفقهية أقيسة في المقدرات، فالظاهر أن عندهم قولين في المسألة. نعم. قال رحمه الله ويجوز على الأصح اختاره الجمهور، ويجوز على الأصح اختاره الجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس، لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه، والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة،
وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب، وإلا جرى فيه القياسان إن لم يكن أصليا، والله أعلم. أحسنت. قال: ويجوز على الأصح اختاره الجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس. الأكثرون كما ذكر المصنف رحمه الله على أنه يجوز أن تثبت كل الأحكام بتنصيص، بحيث أن القياس لا يجري فيها، خلافاً لشذوذ من الناس، فإنهم قالوا لا بد من دخول القياس بعض الأحكام، ولا يمكن أن تكون جميعها منصوصاً عليها، لأن الحوادث لا تتناهى والنصوص تناهت، فصار غير المتناهي لا يفي بغير المتناهي، المتناهي لا يفي بغير المتناهي، هكذا ظنوا، وهذا ظن بعيد كما قلنا من قبل، لأنه ليس كل نص في الشرع يدل على مسألة واحدة، النصوص فيها العموم، فيها الإطلاق، فيها المفاهيم، فيها العلل، والحكم يعم بعموم علته، وغير ذلك مما يقتضي الاستدلال بالنص على ما لا يحصى من الحوادث. قال: لأنه لا بد له من أصل. بعض الأصوليين ذكروا هذه المسألة بصورة أخرى، قالوا: هل يجري القياس في جميع الأحكام الشرعية؟ يعني هل يسوغ القياس في كل الأحكام؟ أو لا بد أن يكون منها ما هو منصوص ومنها ما يدخله القياس؟ قال: لأنه لا بد له من أصل، هذا الدليل الأول. لا بد له، الضمير يرجع لماذا؟ للقياس، يعني لا بد للقياس من أصل، أليس كذلك؟ القياس أليس هو الأصل والفرع والعلة والحكم؟ فإذا كل فرع لا بد له من أصل. طيب هذا الأصل أليس ثبت بالكتاب والسنة؟ أليس كذلك؟ وحينئذ يمكن أن يكون الحكم منصوصاً ولا يدخله القياس. قال: ولأن فيها ما لا يعقل معناه. فيها يرجع إلى ماذا؟ إلى الأحكام الشرعية، يعني يوجد فيها في الأحكام الشرعية ما لا يمكن أن يدرك العقلاء له معنى يقيس عليه يستعمله القياس، كما قلنا من قبل أشياء لا يمكن أن يدرك العقل لها علة، كأنصبة الزكوات وأوقات الصلوات وأعداد الركعات ونحو ذلك، فحينئذ لا بد أن يكون بعض الشريعة لا يثبت إلا بالنص فلا يدخله القياس. أما ذكرناه من تصوير بعض الأصوليين للمسألة لعله أولى، هل يجري القياس في جميع الأحكام أو في بعضها؟ هذا أولى من أن نقول هل يمكن أن ينص على كل الأحكام أو ثبوت الأحكام كلها بالنص لا بالقياس، والأمر يسير. وهذه مسألة يعني ليست فيها يعني ثمرة، الخلاف لفظي فيها، لأن القياس دلت على حجيته الأدلة الصحيحة القوية، وصار من الأدلة المتفق عليها، وما من مجتهد إلا وقد قاس. قال: والنفي إن كان أصليا شروعا في مسألة جديدة. النفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة، وإن لم يكن أصليا جرى فيه قياسا الدلالة والعلة، هذا معنى المسألة. النفي أي نفي الحكم، النفي للأحكام الشرعية نوعان،
النوع الأول نفي عقلي، والثاني نفي شرعي. النفي العقلي هو الذي يسمى البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، انتفاء التكليف عن الناس لعدم وجود ما يكلفهم به. أليس هذا بواسطة العقل؟ هذا بواسطة العقل، ولهذا بعضهم سماها الإباحة العقلية، البراءة الأصلية، وقال بعضهم الإباحة العقلية لأنها بواسطة العقل وإن شهد الشرع لصحتها، لكن هي الحكم منفي بواسطة العقل. يعني من لا يجب عليه شيء، هل يجب عليه ذلك الشيء؟ لا يجب عليه. من لا يحرم عليه شيء، هل نقول يحرم عليه؟ فما يصح. يعني في العقل الشيء المنفي منفي، هو عدم، هو غير موجود أصلا، فكيف نقول هو موجود؟ فقال النفي إن كان أصليا، يعني البراءة الأصلية من التكاليف، يجري فيه قياس الدلالة فقط، قياس الدلالة، ولا يجري فيه قياس العلة. لماذا؟ لأن كما قلنا إن البراءة الأصلية حكم عقلي لا حكم شرعي، فكيف يجري فيه قياس العلة الشرعية؟ ما يمكن هذا، هو ليس حكما شرعيا حتى يلتمس له علة شرعية، لكن يجري فيه قياس الدلالة. لماذا؟ قال وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه. انتفاء حكم شيء يدل على انتفاء، على انتفاء ذلك الحكم عن نظيره. مثال ذلك لو قلت لا تجب صلاة الضحى، فلا تجب صلاة الوتر، لأن كل منهما يشرع، لا يشرع له أذان. هذا قياس دلالة، ما هو قياس علة. كونه لا يشرع له الأذان ليس موجبا للحكم، كون الأذان موجودا للصلاة أو غير موجود ليس شيئا يؤثر في الحكم حتى يصير علة، إنما هو قياس دلالة. وأنت حين تنفي صلاة الوتر عن الناس تنفيها بالنفي الأصلي. قال فيؤكد به الاستصحاب، هذا صحيح، فيؤكد به أي بقياس الدلالة، يعني فيصير قياس الدلالة في النفي الأصلي يصير مؤكداً لحكم الاستصحاب، ليس مخالفاً له، قاطعاً لاعتباره، مانعاً من حكمه، إنما هو مؤيد له. ولهذا لو لم تقس لانتفى الحكم بالبراءة الأصلية، ينتفي الحكم بالبراءة الأصلية. فلماذا تقيس إذن؟ فنقول لتؤيد الاستصحاب الأصلي، استصحاب البراءة الأصلية، لأن من أنواع الاستصحاب ما يسمى باستصحاب الإباحة الأصلية. البراءة الأصلية تستصحب إلى أن يوجد ما يغيرها، وهو الدليل الشرعي الموجب أو المحرم لشيء. قال وإلا، يعني وإن لم يكن النفي أصليا بل كان طارئا جرى فيه القياسان. هذا معنى قوله وإلا. إذن النوع الثاني من النفي هو النفي الطارئ، النفي الطارئ، والنفي الطارئ حكم شرعي، ولهذا قال وإلا جرى فيه القياسان إن لم يكن أصليا. إن لم يكن أصليا كالتأكيد للكلام، وإلا يغني عنه قوله وإلا، فلا حاجة أن يعيد العبارة. يعني وإن كان النفي طارئا فإنه يجري فيه قياس الدلالة وقياس العلة. لما؟ لأن النفي الطارئ حكم شرعي،
ولهذا استعمال القياس فيه هو مغير للاستصحاب وليس مؤكدا للاستصحاب، فالأول يؤكد الاستصحاب والثاني هذا يغير الاستصحاب، يعني يقطع الاستصحاب. النفي الطارئ ما معناه؟ يعني الذمة تكون مشغولة بشيء ثم تقول قد برئت، مثل ما لو أقرض زيد عمراً 1000 دينار وبعد سنة قال عمرو ليت شعري أنا رددت الدين لصاحبه أو لا، ماذا نقول له؟ الأصل ماذا؟ أن نستصحب شغل الذمة، لأنه ما وجد شيء يدل على أنك رددت الدين، فنستصحب شغل الذمة. فالنفي حينئذ أن نقول ماذا؟ أن نقول برئت ذمتك من الدين، هذا معنى النفي الطارئ، يعني الذمة ذمة المكلف تكون مشغولة بحكم شرعي ثم يوجد ما يبرئه من هذا التكليف أي ينفي عنه ويقطع الاستصحاب. مثاله في قياس العلة ما لو أذن السيد لغلامه أن يحج فلما وقف بعرفة أعتقه فأكمل حجه، فهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ وضحت المسألة؟ هو كان عبداً والعبد ما يجب عليه الحج، لكنه أذن له، وإذا أذن له السيد جاز له الحج. طيب هو لو حج عبداً يعني عليه حجة الإسلام بعد ذلك لو اعتق، لكن هو اعتق ولا زال في عرفة فأكمل الحج، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجزئه الحج، قالوا أدى ما وجب عليه فيسقط عنه الحج، يعني بفعله هذا تبرأ ذمته ويسقط عنه الحج قياساً على الدين الآدمي، فإنه لو أعطى الدين صاحبه لبرئت ذمته. والجامع الأداء في كل، أداء ما وجب عليه في كل منهما، فهذا قياس وهو قياس علة، والعلة مؤثرة، وفي نفي طارئ لأنه لما عتق تعلقت ذمته بتكليف شرع اسمه الحج وقد حج فتبرأ ذمته. ومثاله في قياس الدلالة ما لو حج الولد مثلا عن أبيه المعضوب، والمعضوب هو المريض مرضاً لا يرجى برؤه، فناب عنه ابنه فحج، فلما حج عنه بعد ذلك برئ أبوه، فهل يجب عليه أن يحج حجاً آخر غير هذا الحج؟ فقال بعض الفقهاء لا يجب عليه، بل يجزيه حج ابنه عنه، قياساً على ما لو أعطى دفع الدين عن غيره، رأى أبوه رأى أباه عليه دين فجاء الابن وسدد عنه الدين، أليس يجزئ؟ يجزئ فيقاس عليه. طيب والجامع في هذا القياس؟ قالوا الجامع أنه لا يرفع أمره إلى الحاكم ولا يحبس به، فكونه لا يحبس به هل هو علة مؤثرة؟ لا، ليس علة مؤثرة، إنما هو قياس دلالة، هذا معنى هذه المسألة. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. الأسئلة الواردة على القياس، وهي أشياء: أحدها الاستفسار، وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته، والاستفسار يتوجه على الإجمال وعلى المعترض به إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لا ببيان التساوي لعسره، وجوابه من مثبت القياس بمنع التعداد المذكور أو برجحان أحدهما بأمر ما. أحسنت. شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان قوادح القياس،
وهي التي سماها هنا أسئلة، الأسئلة الواردة على القياس. فمعنى الأسئلة القوادح، ما يقدح في صحة القياس. فبدأ أولاً بالاستفسار، القادح الأول يسمى الاستفسار. قال: فصل. الأسئلة الواردة على القياس وهي أشياء، أحدها الاستفسار، وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته. نعم، هذا تعريف صحيح، يعني طلب أن يطلب المعترض من المستدل بالقياس أن يبين له معنى اللفظ المجمل الوارد في قياسه، أو يبين له معنى لفظ غريب. والفرق بين المجمل والغريب أن المجمل السامع يعرف معانيه، لكنها تزدحم عنده على سبيل الحقيقة فيصير مشتركاً، فلا يدري ماذا أراد المستدل من هذه المعاني. أما الغريب فلا يعرف له معناً البتة، يقول: أول مرة أسمع بهذه الكلمة، ما معناها؟ هذا الفرق بين الغريب والمجمل. مثال المجمل أن يقول المستدل في تحريم طواف الحائض، يعني يحرم على المرأة الحائض أن تطوف بالبيت، لو قال: تحرم الصلاة مع القرء فيحرم الطواف، لأن كل منهما عبادة محضة. هذا قياس المستدل، تحرم الصلاة مع القرء فيحرم الطواف معه، لأن كلا عبادة محضة. فيقول المعترض: قلت القرء في قياسك، ففسر لنا هذا اللفظ، أتريد به الحيض أو الطهر؟ لأن القرء في لغة العرب يطلق على الحيض والطهر. فهذا معنى الاستفسار ببيان معنى اللفظ المجمل. مثال الاستفسار عن اللفظ الغريب، لو قال المستدل في مسألة الكلب غير المعلم إذا صاد، هل تحل فريسته أو لا تحل؟ كلب غير معلم، يعني غير مدرب على الصيد. فلو قال المستدل في هذا الكلب غير المعلم، لو قال: خراش لم يبلى فلا تحل طريدته، قياسا على السبد. خراش لم يبلى فلا تحل طريدته، قياسا على السبد. السبد بالباء وبالياء كلاهما صحيح في هذا المثال، يعني تقول قياسا على السبد أو تقول قياسا على السيد، كلاهما صحيح لأن المعنى واحد وكلاهما ورد في لغة العرب. فيأتي المعترض فيقول: ما معنى خراش؟ وما معنى لم يبلى؟ وما معنى السبد؟ لأنها ألفاظ ماذا؟ غريبة. فيقول له: الخراش يعني عاد واثب مفترس يعدو. تقول: تخارشت الكلاب، يعني قطع بعضها بعض، عدا بعضها على بعض. لم يبلى أي لم يختبر، لم يعلم كيف يصيد وكيف يجلب الصيد لصاحبه. والسبد هو الذئب. فهذا مثال الاستفسار عن اللفظ الغريب. وهل الاستفسار من القوادح أو لا؟ فالأكثرون عدوا الاستفسار من القوادح، وخالف الحنفية وقالوا ليس من القوادح. لماذا؟ قالوا: لأن المستفسر أي المعترض بالاستفسار، المستفسر هذا هو جاهل، جاهل يسأل، وكلام الجاهل هل يعتبر اعتراضا على قياس المستدل؟ لا، هو يسأل ويريد جوابا، فلا يكون الجهل علما يضعف به أقيسة المجتهدين.
وقال الأكثرون أن الاستفسار قادح من قوادح القياس، لأن الاستفسار قد صدر من عالم مناظر يناظر خصمه، لكنه يستفسر عن المجمل، لأنه في معنى من يقول تضمن قياسك لفظاً مجملاً، والمجمل لا يستدل به على الأحكام الشرعية، فهذا اعتراض على القياس فيكون قادحاً. إذن قال: والاستفسار يتوجه على الإجمال. وترك المصنف الثاني، يعني هو الاستفسار يتوجه على الإجمال وعلى الغريب، أليس كذلك كما ذكر في التعريف، لكن ترك الغريب لوضوحه، لأنه ما استفسر إلا لغرابته، فيكفي فيه مجرد السؤال أن يقول ما تريد بكلمة كذا. والاستفسار يتوجه على الإجمال وعلى المعترض به، أي بالإجمال، الضمير يرجع للإجمال، وعلى المعترض بإثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعداً، لا ببيان التساوي لعسره. يعني الآن المستدل يريد أن يثبت الحكم بواسطة القياس، والمعترض وظيفته هنا الاعتراض على القياس بواسطة الاستفسار عن لفظ مجمل. فما الذي يجب على المعترض؟ قال: يجب عليه أن يبين أن هذا اللفظ هو فعلاً من الألفاظ المجملة في لغة العرب، بأن يقول هذا اللفظ في لغة العرب يحتمل معنيين أو يحتمل ثلاثة معاني فيكون مجملاً، يكفيه هذا، كما قلنا في مثال القرء بأن يقول القرء يحتمل الطهر والحيض، يكفيه هذا، ولا يلزمه بيان التساوي لعسره. يعني ما يلزمه أن يقول إن اللفظ يدل على المعنيين دلالة متساوية من كل وجه لا أرجحية لأحدهم على الآخر، ما يلزمه هذا، وهذا خروج عن الغرض، ولأنه أمر شاق، فيكفي في المشترك أن تكون المعاني مشتركة في هذا اللفظ. قال: وجوابه من مثبت القياس. وجوابه أي جواب الاستفسار، جواب قادح الاستفسار من مثبت القياس الذي قلنا أنه المستدل بمنع التعداد المذكور أو برجحان أحدهما بأمر ما، بمعنى أن يقول ماذا؟ لا أسلم أن القرء هو الحيض والطهر، بل هو الحيض بدليل كذا وكذا، دع الصلاة أيام أقرائك، فالقر هو الحيض، فيمنع التعداد، أو برجحان أحدهما بأمر ما، يعني أن يقول أسلم لك ما قلته من أن هذا اللفظ مجمل يحتمل معنيين، إلا أن إطلاق القرء على الحيض أرجح من إطلاقه على الطهر، ودليل الأرجحية كذا وكذا، فيأتي بشواهد من اللغة أو بنصوص شرعية تدل على أن إطلاق القرء على الحيض أرجح منه في الطهر. نعم، هذا القادح للاستفسار. نعم، تفضل، عندك سؤال. القوادح يعني أمور يعترض بها القياس تدل على بطلانه. نعم، تفيد بطلان القياس، إما أن يبطل الحكم فيه أو العلة، يعني شيء يجعل القياس لا يقوم، إما بإبطاله بالكلية كالمعارضة، وإما بإبطال العلة فيه، فإذا سقطت العلة مثلا سقط القياس، لأنه يقوم على أربعة أركان، وسقوط الركن سقوط للشيء. نعم، الثاني يا شيخ، تفضل. قال رحمه الله: والثاني من الأسئلة الواردة عليه فساد الاعتبار،
وهو مخالفة القياس نصاً من كتاب أو سنة لحديث معاذ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا مع عدم النص. وجوابه بمنع النص أو الطعن في سنده بإرسال أو غيره أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له. أحسنت. هذا القادح الثاني من قوادح القياس، وهو فساد الاعتبار. فساد الاعتبار، هذا اللقب لهذا القادح، هو أصلاً هكذا: فساد اعتبار القياس، حذف المضاف إليه وعوض عنه بألف المضاف، لأن العرب أمة ميالة للاختصار، يعني فساد اعتبار القياس، فهذا طويل فيقولون فساد الاعتبار. والمعنى فساد الاحتجاج به، لأن الاعتبار من هنا، الاعتبار معناه الاحتجاج. أنت لو قلت مثلا شرع من قبلنا حجة معتبرة، يعني حجة صحيحة يعتمد عليها، فإذا قلنا هنا فسد الاعتبار يعني فسد الاحتجاج به. طيب، هذا معنى اللقب، لقب هذا القادح. فما معناه هو اصطلاحا؟ قال: وهو مخالفة القياس نصا من كتاب أو سنة. إلى هنا ينتهي التعريف. وكثير من الأصوليين يضيف بعد النص الإجماع، وهو الصحيح، يعني يكون فساد الاعتبار ماذا؟ مخالفة القياس نصاً أو إجماعاً، وهذا هو فعلاً قادح فساد الاعتبار. طيب، ما الدليل؟ يعني قد يقول قائل: القياس حجة شرعية، بل هو من الحجج المتفق عليها، فلما عارض النص أو الإجماع قلتم ليس حجة شرعية، فلما أسقطتموه هنا؟ قال: لحديث معاذ. هذا الدليل الأول. اللام هنا لام التعليل، يعني كأنه يقول: وإنما كان فساد الاعتبار قادحا لحديث معاذ رضي الله عنه. وحديث معاذ المشهور في كتب الأصول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا ومفتيا وواليا، قال له: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، يعني لا أقصر، يعني أبذل غاية جهدي في الوصول إلى الحق. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، ما أسمع. الحديث هذا فيه كلام كثير للعلماء، أكثر المحدثين يضعفونه وبعض المحدثين يصححه، ومن ممن قواه الخطيب البغدادي وهو إمام في الفن، وابن عبد البر له كلام جيد في أن الحديث يعني معمول به، وشهرة العمل به تغني عن النظر في سنده. وممن صححه من العلماء ابن القيم، العلامة ابن القيم رحمه الله صحح الحديث. فالحديث يعني يضعفه كثير ويصححه بعض الناس، لكن اشتهر الاستدلال به. قال: لحديث معاذ. أين الشاهد من حديث معاذ؟ أن معاذ رضي الله عنه أخر رتبة القياس عن رتبة النص من الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ لأنه قال: فإن لم تجد، فجعل القياس آخراً. أين القياس؟ قوله: أجتهد رأيي. والاجتهاد أدلة كثيرة ومنها القياس، فإن القياس ضرب من ضروب الاجتهاد. قال: ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا مع عدم النص، وهذا صحيح، هذا صحيح. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم إذا وجدوا النص لا يقيسوا، إنما يعملون بالنص مباشرة، فإن لم يجدوا قاسوا، فإن حكى لهم أحد نصا عادوا إليه وتركوا القياس. إذن فساد الاعتبار هو مخالفة الآية، مخالفة القياس للآية أو الحديث أو الإجماع.
مخالفة القياس للمثال مخالفة القياس للنص من الكتاب العزيز، لو قال المستدل في مسألة المسلم إذا ترك التسمية على الذبيحة عمداً هل تحل ذبيحته؟ فمن العلماء من قال تحل، واستدلوا بالقياس، قالوا ذبح صدر من أهله وارداً على محله فتحل ذبيحته قياساً على تارك التسمية سهواً نسياناً. فهذا القياس يأتي المعترض ويقول قياسك فاسد الاعتبار، لأنه يعارض قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا مثال مخالفة الكتاب. من مخالفة السنة لو قال المستدل في مسألة المرأة البالغة الرشيدة العاقلة تزوج نفسها أو تزوج غيرها فتكون هي الولي في النكاح، وهي مسألة خلافية، فلو قال المستدل المصحح لتولي المرأة عقود النكاح لنفسها أو لغيرها، لو قال امرأة رشيدة فيجوز تصرفها في نفسها قياساً على تصرفها في مالها، فكما أن المرأة البالغة العاقلة تتصرف في مالها بلا ولي فتتصرف في نفسها بالنكاح بلا ولي، هذا قياس. فيأتي المعترض ويقول قياسك فاسد الاعتبار لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. مثال القياس المصادم للإجماع ما لو قال المستدل على منع الزوج من تغسيل امرأته الميتة المرأة الميتة هل يغسلها زوجها؟ مسألة خلافية. فلو قال المستدل على المنع لو قال لا يحل له وطؤها فلا يحل له تغسيلها قياساً على الأجنبية، وضح القياس؟ فيقال هذا القياس مصادم للإجماع، فقد صح أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها بعد وفاتها ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فصار إجماعاً على الجواز. قال المصنف رحمه الله وجوابه، أي جواب قادح الفساد الاعتبار، بمنع النص. هذا الجواب الأول، أن يجيب على أن هذا القادح بمنع النص، يعني منع دلالة النص على صورة النزاع، هذا تقدير الكلام، منع دلالة النص على صورة النزاع، كأنه يقول هذا الذي عارضت به قياسي من النص أن النص أصلا لا يتناول محل النزاع، فأنت تستدل بشيء على غير المسألة المرادة. مثاله أن يقول لا أسلم أن قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يتناول المسلمين الذين تركوا التسمية عمدا، لأن المراد من الآية ذبائح المشركين كانوا يذبحون ولا يسمون الله عند التذكية عند الذبح، فالنص ما يتناول المسلم الذي ترك التسمية عمدا. قال أو الطعن، طبعا كما قلنا من قبل هذه مجرد أمثلة وليس معناه صحة المثال أو صحة الجواب أو صحة أصل المسألة والحكم، فقط هذا أمثلة. قال أو الطعن في سنده بإرسال أو غيره، يعني هذا جواب ثاني يجيب به المستدل على اعتراض المعترض بفساد الاعتبار بأن يقول الحديث الذي عارضت به قياسي ضعيف لكونه مرسلاً أو كونه معضلاً أو منقطعاً أو غير ذلك من العلل، كأن يقول الحنفي مثلاً في مسألة اعتراض قياسه بحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل بأن يقول هذا الحديث الذي عارضت به قياسي حديث ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطاه
وهو مدلس، وقد عنعن السنة الرواية، يعني رواه بصيغة العن، والمدلس لا يقبل، لا يقبل حديثه إذا عنعن، يحمل على الانقطاع، فضلاً عن أنه لم يسمع من الزهري الذي هو يروي عنه، فالحديث أيضا ضعيف فلا يعارض القياس. قال: أو استحقاق، هذا الجواب الثالث، أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له، هذا الجواب الثالث، يعني بأن يجيب بأن يقول القياس أحق، هذا معنى استحقاق، القياس أولى وأحق بالتقديم على هذا النص الذي عارضت به القياس. لما؟ فتقول لأنه ضعيف كما قلنا من قبل، كما قلنا آنفا الآن في حديث أيما امرأة، أو لكونه عاما بأن يقول قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مما من الجارة دخلت على اسم الموصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، والعام دلالته على أفراده ظنية، وقياسي صحيح، فيخرج من العام بمقداره، وهو تخصيص العام بالقياس، لأن معنى حجية القياس جواز، يعني مما يترتب على حجية القياس جواز تخصيص العام به. قال: أو اقتضاء مذهب له، بأن يقول نعم تعارض القياس وهذا الحديث، لكن هذا الحديث خبر أحد وإن كان صحيحا، إلا إن من مذهبي أن القياس إذا عارض خبر الواحد قدم القياس، يعني أن يجيب بهذا، ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.